انتقلنا من أسئلة التجارة والاستثمار والاقتصاد إلى أسئلة اللغة والثقافة والهوية. بالمناسبة هذه أول موضوع يطرح على مستوى جلسة الشريس براسي، أول مرة يطرح هذا الموضوع في إحدى الجلسات الأسئلة الشهرية. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيد الرئيس. أنا معتز بإطارة هذا الموضوع، وبطبيعة الحال كان قراصي مندمج فيه بطريقة كاملة. إيه ترى من سويت مساور سويت ماجستا كنت صباح ربي دمت. أود في البداية أن أشكر بطبيعة الحال جميع الفرق وجميع السيدات والسادة المستشارين المحترمين الذين طرحوا هذا الموضوع، وأريد أن أشير منذ البداية إلى أن هذا واجب دستوري بطبيعة الحال، والدستور أولى اهتمام خاص للغات ومختلف التعبيرات الثقافية الوطنية باعتبار اللغة الأمازيغية واللغة العربية لغتين رسميتين، وباعتبارهما معنا رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، صيانة الحسانية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، والعمل على انسجام السياسة اللغوية والثقافة الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم باعتبارها وسائل للتواصل والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات على حضارة العصر. قد أولى البرنامج الانتخابي البرنامج الحكومي أعتذر أولى البرنامج الحكومي اهتمام كبير لهذه المحاور جميعا، وفيه عدد من الإجراءات، ولكن أريد أن أشير منذ البداية إلى أن استكمال الترسانة القانونية في مجال تنمية اللغات والثقافة الوطنية هو أولوية من 13 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابق الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية. وهناك مشروع قانون التنظيمي 416 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهذان المشروعين موجودان في البرلمان منذ سنة. إلى ما صدروش ما غاديش ندققوا بصفة نهائية السياسة الحكومية، ولكن رغم ذلك ووعيا منا بأن هذا الورش هو ورش أولوي وورش ضروري ورش مهم، قامت الحكومة بعدد من الإجراءات في انتظار المصادقة على مشروعي قانونين باش تكون خريطة الطريق نهائية، ولكن غاضين في نفس المنطق ديال المشروعين نفس المنطق. وبالتالي وبالتالي قمنا بعدد من التدابير اتخذناها في هذه السنة سنة واحدة، ورغم ذلك درنا عدد من التدابير. التدبير الأول هو تنمية اللغات والثقافة المغربية في ضوء الاستراتيجية المعتمدة في تدريس اللغات، وذلك انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين 2015-2030 مخطط العمل للفترة 2007-2021 في مجال تدريس اللغات ولغات التدريس، يركز على التواصل الشفهي وعلى ثلاث لغات في التعليم الابتدائي، ويتعلق الأمر بالعربية والأمازيغية بوصفهما لغتين رسميتين، وأيضا بالفرنسية بوصفها لغة انفتاح، تضاف إليها الإنجليزية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي في المدى المتوسط، ولغة أجنبية أخرى ابتداء من السنة الأولى ثانوي تأهيلي. وترتكز الهندسة اللغوية كما هي محددة في أفق الإصلاح التربوي الذي أرسته الرؤية الاستراتيجية على ما يلي: اعتبار اللغة العربية لغة إلزامية في كل مستويات التعليم المدرسي بواسطة لغة مدرسة ولغة تدريس. ثانيا تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلك الابتدائي في الأمد المتوسط في 6 سنوات كلها، وتيسير بعض التعلمات باللغة الأمازيغية في نفس الوقت في السنة الأولى في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي. تلك في أفق 2030، يعني أنا أنه في أفق 6 سنوات 2021-2022 تعميم اللغة الأمازيغية في الابتدائي، ثم بعد ذلك في أفق تعميمها في على مستوى السلك الإعدادي والسلك الثانوي، وهذا كله في أفق التعميم التدريجي لتعليم اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة إلزامية لغة إلزامية. وحسب الرزمانة التي سيحددها القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابق الرسمي للأمازيغية في مجال التعليم، فإن العمل ينصب على اتخاذ عدد من التدابير، منها إعداد البرنامج الدراسي للغة الأمازيغية بمكوناته اللسنية والمعجمية وحمولته الثقافية بشراكة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والحمد لله اليوم عندنا واحد مؤسسة مهمة عندها تجربة طويلة في هذا المجال نرجع إلى خبرتها ونعتمدها. سيتم العمل على تجديد من اللغة الأمازيغية على غرار باقي اللغات المدرسة بمنظومة التربية والتكوين، وسيتم ذلك بعد صدور القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي سيحدد التزامات كل الأطراف والرزمانة الزمنية للتفعيل.
كما سيتم الحرص على توفير العدد اللازم من الأساتذة لتغطية الخصائص في هذا المجال. وبالمناسبة من 2030 غادي خصنا 18,000 مدرس للغة الأمازيغية، 9,000 في الابتدائي ومن بعد ذلك 9,000 في التأهيل وفي في الإعدادي والتأهيلي. ويمكن أن أقول أنه لحد الساعة تم تحقيق جملة من المكتسبات في هذا الإطار منذ تدريس اللغة الأمازيغية وإلى حدود الموسم الحالي. يمكن تلخيصها فيما يلي: أكثر من 4,200 مؤسسة تعليمية تدرس بها اللغة الأمازيغية جزئيا وكليا أو كليا، أكثر من 500,000 تلميذ وتلميذة يدرسون اللغة الأمازيغية، 300,000 من 7 مليون، يعني سدس ديال التلاميذ اليوم كيدرسوا اللغة الأمازيغية، سدس ديال التلاميذ فقط. 5,000 أستاذ وأستاذ يدرسون اللغة الأمازيغية من بين المراكبية والتكوين، وبالتالي هذا العام زدنا ضعفنا عدد المدرسين الذين هم في طور التكوين اليوم 150 في هذه السنة، وسنعمل على الرفع التدريجي لهذا العدد ديال الأساتذة المكونين خاصين بتدريس اللغة الأمازيغية تدريجيا في السنوات المقبلة، وذلك لسد الخصاص الموجود والاستجابة للحاجيات. وبطبيعة الحال واحد المشكل كان في واحد الوقت نتيجة مبررات متعددة ولكن ما كانش مقبول، ولكن كان في واحد الوقت، هو أنه بعض أساتذة تدريس اللغة الأمازيغية مع الأسف الشديد أحيانا كان تكليف بتدريس لغات أخرى وكيحيدهم باللغة الأمازيغية. هذه القضية اليوم بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية انتهى هذا الزمن ويجب أن ننهيه نهائيا. الأساتذة ديال التدريس الأمازيغي غادي يدرسوا اللغة الأمازيغية، لأن احنا بغينا نطوروا هذا التدريس ونشوف به تعميم التدريس إلى أن يتم التعميم. الله، إذن هذا فيما يخص تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وبطبيعة الحال الأورش كلها يتم فيها التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. الشروع أيضا الإجراء الثاني اللي قمنا به هو الشروع في تدريس اللغة الأمازيغية في بعض المؤسسات والمعاهد العليا، وذلك أنه أطلقنا واتخذنا تدبير إجرائي لتنزيل طبعة رسمية الأمازيغية من خلال منشور رئيس الحكومة رقم 5/05/2017 بتاريخ 8 يونيو 2017 بشأن تدريس اللغة الأمازيغية في عدد من المؤسسات والمعاهد العليا للعمل على وضع برامج تكوينية في اللغة الأمازيغية بهذه المؤسسات بغية تأهيل الذين يتابعون تكوينهم فيها في مجال اللغة الأمازيغية، وذلك بتنسيق مع وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وتفعيلا لمضامين هذا المنشور فقد تم فعلا إطلاق عملية تدريس اللغة الأمازيغية في هذه المعاهد. أولا المعهد العالي للإعلام والاتصال، وتم الشروع في تدريس الأمازيغية به خلال الأسدس الأول من السنة الجامعية الأولى من الإجازة الأساسية في الإعلام والاتصال، ومعدل ساعتين في الأسبوع موزعة على 29 حصة، ويتم التقييم عن طريق المراقبة المستمرة والامتحان النهائي على أساس مجموعة من الأنشطة البيداغوجية. المعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما أيضا حتى هو اتخذ تدابير استعجالية لدمج تدريس الأمازيغية فيه. ثالثا المدرسة الوطنية العليا للإدارة، هذه المدرسة تعمل على إدراج اللغة الأمازيغية ضمن المناهج والمجزوءات والمقررات الدراسية بها بتنسيق مع المعهد الملكي، حيث تم إبرام اتفاقية تروم تنزيل برنامج خاص لإدماج الأمازيغية في تكوينات المدرسة بغية تأهيل طلبة المدرسة اللي هما الأطور ديال الإدارة المستقبلية المغربية، وخصوصا الأطور العليا تطوير قدراتهم في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين. كما تم وضع رصيد وثائقي مهم من طرف معهد الملكي للثقافة الأمازيغية رهن إشارة طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة لدعم البحث في هذا المجال. المعهد العالي فن المسرحي والتنشيط الثقافي. خامسا المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وهي كلها أيضا معهدان بدأت فيهما وضع هاد سد التدريس الثقافة الأمازيغية. المعهد العالمي المعالي للقضاء اللي هو أيضا توجدت جميع الإمكانيات لبدء التدريس ابتداء من شتنبر المقبل اتفاق مع المعهد الملكي، تعيين المدرس، تعيين البرنامج. الحمد لله، لأن وضع البرنامج يحتاج إلى اجتماعات وإلى إعدادات، الحمد لله مكيف مع كل معهد من هذه المعاهد، البرامج كتكيف الطلبة ديال عهد المعاهد، وبالتالي القضاة إن شاء الله غادي يتخرجوا من هنا
بضع سنوات إن شاء الله غادي تكون عندهم قدرة على الأقل على الفهم والتواصل باللغة الأمازيغية، وتكون هم معرفة ديال حد أدنى من المعرفة بالثقافة الأمازيغية حتى ولم يكونوا أمازيغ ولم تكن لغتهم الأم أمازيغية. كنظن في السنوات المقبلة إن شاء الله ابتداء من السنة المقبلة، ونشكر هنا شكر خاص مع هذه الملكة للثقافة الأمازيغية وجميع الأطر التي تطوعت وتكلفت بوضع البرامج وإعطاء الخبرات ديالها الطويلة في هذا المجال، وأيضا للأطر التي ستدرس أمازيغية. وأيضا أريد أن أوجه الشكر إلى الوزارات المعنية وخصوصا وزارة الثقافة والاتصال ووزارة التربية الوطنية وأيضا الكتابة الدولة في التعليم العالي، لأن كلهم ساهموا في هذا الورش. ثالثا تعزيز موقع اللغة والثقافة المغربية في مجال السمع البصري، هذا أيضا درت فيه عدد من الجهود على المستوى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبطبيعة الحال احنا واعين بالصعوبات اللي كاينة، واعين بأنه إما عدد ساعات البث أو الكمية ديال البرامج اللي كتنتج من قبل الفاعلين الأمازيغي أنفسهم باقي ما تعطاش القيمة الضرورية، ونحن إن شاء الله سنحاول أن نطور هذا في المستقبل. وبالتالي غادي نعطيه مزيد من الدعم لدعم الإعلام في الأمازيغي. رابعا توسيع أصناف جائزة المغرب للكتاب لتشمل الإبداع الأمازيغي، على الرغم من أنه من أن جائزة المغرب للكتاب من خلال المنصوب المحدث لها كان يتضمن أنه يمكن الجائزة تكتب باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية، ولكن نتيجة أن التنافس مفتوح كنقولوا لغة المغرب في الأدب مفتوحة كيتنفس فيها بالأمازيغية وبالعربية، وثبت إلى عن حد الساعة حتى شيء إنتاج أمازيغي ما استطع يحصل على الجائزة. وبالتالي قلنا خصنا نعدلوا هذا المرسوم وندخلوا واحد جائزة خاصة تشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي، وجائزة أخرى تشجيعية للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية. وفعلا عدلنا المرسوم واصدر في الجريدة الرسمية أيضا وخاصة بالأدب الأمازيغي والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية. إذن هذا في مجال جائزة المغرب للكتاب، باش نعطيه هذه الجائزة تكون فعلا جائزة المغرب بمختلف تعبيراته الثقافية وبلغتيه الرسميتين، ماشي فقط جائزة للغة واحدة. إلى بالنسبة لدعم الثقافة الأمازيغية، فهذا الشيء دابا جدت فيه عدد من الإجراءات، قضايا إدراج قضايا اللغة والفكر والإبداع والفنون الأمازيغية في خارطة البرامج الثقافية الكبرى، إما في المعرض الدولي للنشر والكتاب، وهذا الشيء كان من قبل هذه الحكومة، ولكن أيضا في المهرجان الثقافية وفي اللقاءات الندمية الفكرية، ومزيد من الدعم للفنانة وللمثقفين الأمازيغ والاهتمام بالتراث اللامادي الأمازيغي. وعلى سبيل المثال فمن أصل 22 مهرجان تنظمها وزارة الثقافة سنويا تخصص 5 مهرجانات كليا للثقافة والفن الأمازيغي، كما تحضر الأمازيغي بشكل ملموس في 6 مهرجانات أخرى على المستوى الوطني. بالنسبة لتنمية الثقافة الحسانية، طبيعة الحال الثقافة الحسانية أيضا تقع في صلب اهتماماتنا وفي صلب تسجيل مخططات عمل قطاع الثقافة باعتباره مكون أساسي من مكونات الهوية المغربية الموحدة، وذلك من خلال العرض الثقافي في شقيه الفني والتراثي، وذلك من خلال دعم المهرجانات ومن خلال دعم المسرح الحساني، من خلال صيانة التراث الثقافي الشفاهي الحساني، ومن خلال جملة من المشاريع المتعلقة بالكون الثقافي في إعداد برنامج تمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة لكل الجهات والأقاليم الجنوبية من 2016-2021، وهو برامج التنمية اللي كان وفيه المكون الثقافي مكون أساسي. ما هي الخلاصات التي أريد أن أنتهي إليها؟ أولا محورية البعد الثقافي عامة واللغوي خاصة في بعدنا التنموي وفي من نموذجنا التوها. هذا الموضوع أعطينا اهتمام، ودليله أن درنا عدد من الإجراءات اللي ما كانش قبل، على الرغم من أنه بقي ما صدرش القانون التنظيمي اللي هو الآن في البرلمان، وانتظروا إن شاء الله النقاش. نتمنى تقدم تعديلات على المشروع، أو على الأقل مشروع القانون الأول، ثم بعد تشرع القانون الثاني في مجلس اللي هما في مجلس النواب في القريب، ويتصدق عليهم في الأسابيع المقبلة وفي الدورة باش يتحل على مجلس المستشارين إن شاء الله. ولأن بصدورهما غادي تبدأ مرحلة جديدة فيها قطيعة على المرحلة اللي قبل منها، يتولي عندنا خريطة وطنية جديدة مؤطرة بقوانين. ثالثا
هذا مشروع مجتمعي كبير يحتاج إلى اندماج الجميع، الجميع يجب أن خارطة فيه، يكون تعاون ديال الجميع، سواء كان الحكومة بطبيعة الحال عندها المسؤولية، والإدارات المعنية والمؤسسات العمومية عندها مسؤولية، ولكن أيضا البرلمان، ولكن بالخصوص المجتمع المدني. فهذا محور، فهذا مشروع خصو انخراط جماعي رسميا شعبيا تربويا تعليميا إعلان فنيا من قبل الجميع. بطبيعة الحال احنا مستعدين للإنصات إلى جميع الانتظارات وإلى جميع الطلبات. وأيضا أريد أن أشير إلى أن تعميم التعليم اللي علمت عليه اليوم واللي غادي نمشي فيه نشوف فيه، هذا عنده واحد الكلفة عالية، كلفة بشرية، ورغم ذلك احنا وصلنا عليه، لأنه واجب وطني دستوريا وطنيا في الجوج ديال جميع المغاربة، وغادي نمحو فيه بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد رئيس الحكومة المحترم.